بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيب الطاهر. صلوا على محمد. أيها الشعب الكريم، هذه الوقفة التضامنية مع رابطة الشهداء، مع عوائل شهداء البحرين، لكم منا ألف تحية. أيها الشعب الكريم، أيها الحضور، رسالتنا من رابطة الشهداء إليكم أيها الشعب الكريم. طبعا شعب البحرين ما قدم من تضحيات من أجل كرامته وعزته وعلى طريق الحسين لن يتراجع هذه المرة. هذه قضية ومصير شعبنا الأبي المسلوبة حقوقه، الذي يعاني الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد والتعذيب والتنكيل. نحن استلهمنا منك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء البحرين وعلى جميع من المغتربين من أبناء البحرين وعلى جميع رموزنا الأوفياء داخل السجون وخارجها وجميع السجناء الأبرياء. سلام منا عليكم أيها الحضور. نفيدكم، نحن نسأل هذا العالم الإسلامي اقتداؤنا بالحسين لتعلم أمة محمد من هو شخصية الحسين. شخصية الحسين وجيها عند الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جده رسول الله أشرف الخلق وأمه الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين وأبوه الإمام المصطفى سيد أشرف الخلق بعد رسول الله. يعني شخصية الإمام معروفة لدى الإسلام، ونحن نخاطب جميع العالم من هو الحسين. الحسين إمام أبو الأئمة التسعة وأخوه إمام وأمه سيدة نساء العالمين. نحن محتاجين لك يا سيدي. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، الحسين نور وهداية، الحسين قائد رباني بالحق وإلى نور الهداية، الحسين عطاء، الحسين مبادئ، الحسين قيم إنسانية. وتضحية الحسين قدم في سبيل الله وإلى الإسلام كل شيء، والله أعطاه كل شيء. أبا عبد الله، ويكفي شهادة هؤلاء الملايين تهتف باسمك يا حبيبي يا حسين. صرخة الحسين ما زالت مدوية. ألا هل من ناصر؟ نقول له لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. نعم، ها هو شعب البحرين وكل الأحرار في العالم تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ثورة الحسين في وجه الظلم والطغيان من أجل إنقاذ البشرية في طريق الكفر، من طريق الكفر والضلال إلى طريق الهدى والنور. وصرخته ما زالت ملبية، كل العالم تهتف باسمك يا حسين. هذا شأن الحسين أبي عبد الله سلام الله عليه، ما زالت صرخته ونحن نقولها لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وهنا لنا وقفة
لنعلم العالم الحسين من هو. أنا أناشدكم بالله يا أمة رسول الله، يا أمة محمد، أنتم تقولون وحدتنا والوحدة الإسلامية إذا عرفنا حق الحسين علينا، لن نتحد إلا إذا عرفنا واتفقنا على مظلومية الحسين. اسمعوا، أنا أقول لكم لفتة ليعلم العالم كله، زوار أبي عبد الله الحسين 18 زيارة 40، 18 إلى 17 مليون. أيها المسلمون فتحوا عقولكم، هؤلاء رواحة الحج، زوار الحج 3 إلى 4 مليون، ويتطعمون وفي إليهم مصحات صحية ويرجعون نصهم مرضى. زوار الحسين أبدا لا يأتي فيهم مريض، وهذا دليل على كرم الله سبحانه وتعالى للحسين. زوار الحسين في 40 يمشون سيرا على الأقدام، 40 يوما، 30 يوما، 21 يوما، وبعضهم 17 يوما، ويأكلون في الشوارع وينامون في الطرقات ولم يأتي فيهم مريض. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى للحسين بما قدمه. وهنا يا سيدي، إن شعب البحرين، ولكن نقول للأمة الإسلامية إن جريمة الحسين، قتل الحسين وأهل بيته، من أبشع جرائم مرت بها تاريخ الإنسانية على الإطلاق، فهي حرب على الله وعلى رسول الله وعلى الدين وعلى آل بيت الطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يا أيها المسلمون، تخيلوا في اليوم العاشر من محمد من محرم، تخيلوا أيها المسلمون يا أمة محمد، ولك أن تتخيل قطع الرؤوس وفي مقدمتهم رأس الحسين أمام زينب عليها السلام، وأطفال الحسين عليهم السلام، ونساء الحسين ونساء الحسن وآل بيت الطهارة، ورفعهم على الرماح ويدار بهم من بلد إلى بلد 40 يوما. لله صبرك يا زينب، سلام الله عليك، العيون تبكي. ولكم تتخيلوا أيها المسلمون يا أمة محمد حرق الخيام الحسين، أي حرق خيام رسول الله، حرق خيام علي بن أبي طالب، حرق خيام الزهراء، في الخيام أحفاد الزهراء وأحفاد الرسول. ها هي أمة محمد، يا ترى ماذا تقولون للنبي؟ ماذا تقولون؟ ما فعلتم بعترة النبي وتدعون بالإسلام؟ وما زالوا أحفاد يزيد بيننا، وما زالوا أحفاد يزيد وأنصار يزيد يقتلون من على حب الحسين، ما زالوا موجودين. اللهم انصر شعبنا هذا المظلوم. الحسين سيدي أبا عبد الله، إن شعب البحرين كسب منك، كسبنا منك العطاء والتضحية. هذا الشعب المظلوم تعلم منك التضحية والعطاء والصبر على البلاء ومقاومة الظالمين، ونقول للظالم كلا كلا للظالمين، لا تراجع منا، نحن نطالب بحق هذا الشعب المظلوم، لن نتراجع هذه المرة. ما قدمه شعب البحرين من تضحيات كبيرة وعطاء من أجل ديننا وعزتنا وكرامتنا والعيش الكريم، درس منك تعلمناه يا سيدي يا أبا عبد الله، لن نتراجع هذه المرة. رسالتنا إلى السلطة،
ما فعلتم بالشعب من ظلم وجور وقتل وسجن وتعذيب وتنكيل واضطهاد لن ينساه شعب البحرين أو يتناساه. ونطالب هذه من رابطة الشهداء ورسالتنا إلى النظام، وقلنا كلمتنا وما زالت مدوية. نحن ما زلنا مصرين نطالب بالقصاص ثم القصاص ثم القصاص، ولا شيء غير القصاص، ولن نتراجع عن هذه المرة عن ظلامة هذا الشعب الأبي. لكم ألف تحية أيها الشعب الكريم. اللهم انصر شعبنا المظلوم، وارحم شهداءنا الأبرار، ويسر وشافي جرحانا الأخيار، وفرج اللهم عن جميع رموزنا والأبرياء داخل السجون، ويسر أمور جميع الأبرياء المطاردين. يا رب احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وشكرا لكم أيها الشعب الكريم.